يا مرحبا وياكم دكتورة إلاف محمد. الفيديو مالتي اليوم راح أكمل بيه الأورال كانسر. بالبداية راح يحكي لي عن المانجمنت أوف ذا نيك، بس قبل هالشي يقول لي إنه حالة السيرفايكال ليمف نويد إتس ذا امبورتنت بروجنوستيك فاكتور إن ذا سكويموس سيل كارسينوما أوف ذا هيد أند ذا نيك، يعني حالة العقد اللمفاوية السيرفايكال هي من أهم عوامل الإنذار بمن بالسكويموس سيل كارسينوما مع الهيد والنيك. تمام. بعدين شو يقول لي إنه حوالي 50% من معدل البقاء بالبيشنتية اللي عندهم ميتاستيت اوف ذا سيرفايكال ليمف نويد يقل. يعني شنو؟ يعني انه اللي نلقى بيه هذا الميتاستيت اوف ذا سيرفايكال ليمف نويد 50% يقل، اوكي. بس شو نقول وحوالي 40% من البيشنت اللي نلقى عندهم بالبدايه انه سيرفايكال ليمف نويد تيومر او نوديول ميتاستاسيس، هذول معناه شنو؟ انه هذول بعدين انه هذا دليل انه عندهم مرم خبيث. تمام. لذلك يقول لي المانجمنت اوف ذا سيرفايكال ليمف نويد اتس امبورتنت كومبوننت اوف ذا اولتر، يعني المانجمنت مال سيرفايكال ليمف نويد هي عنصر مهم بالتريتمنت الشامل للمرضى اللي عندهم شنو كانسر هيد اند نيك. تمام. بعد شو يقول لي ذا هيد اند نيك دراين انتو انه التصريف مال الليمف نويد الموجوده بالهيد اند نيك عباره عن شبكه من الاوعيه الليمفاويه الموجودة بالسيرفايكل، وهذا الدرينج باترن يوجوالي أكرد، انه هذا النمط مال الدرينج يحدث بطريقة احنا نقدر نتنبأ عنها بكل موقع. تمام. يعني مو فتشي شلون نقول عشوائي. هسه راح نجي نعرف الاناتومي اند بايولوجي اوف ليمفاتيك ميتاستاسيس. شنو شي يقول لي انه السيرفايكال ليمف نويد تتقسم الى 5 مستويات بالاضافة الى المستوى السادس والسابع. تمام. وهاي تشمل لي السنترال كومبارتمنت والسوبيريور ميديا ستينال نيديول. يقول لي الليفل الاول والثاني والخامس بها مستويات فرعية اللي هي AUB. تمام. فور برايمري تيومر ان ذا اورال كافيتي، اللي بالنسبة للأورام الأولية اللي يصير بالأورال كافيتي، شنية أكثر ذا ريجنال ليمف نويد at high risk for اللي هي تكون يا هاي الليمف نويد اللي تكون شلون نقول مشمولة أو أكثر عرضة للانتشار بالسرطانات مال الأورال كافيتي، ويا مستويات الأول والثاني والثالث. أوكي، عرفناها. هسه نيجي على الكلينيكال ايفالويشن اند دايجنوستيك ايمج. شو يقول لي انه تشمل طرق التصوير اللي هي الالترا سونوغرافي، السي تي، الام ار اي وغيرها. وبالرغم من وجود تطور، بس انه احنا دائما نسعى الى بالفحص مال ميتاستاتيك ليمف نويد، احنا نسعى الى هيستولوجيك دايجنوستيك نوت راديوغرافيك دايجنوستيك. اوكي. ومع العلم يعني بالرغم من هذا انه احنا هميا راح نشوف تغيرات تصير عندي بالسي تي وبالام ار اي مني صار عندي سكوان وصير كارسينوما. شنو هي هاي الاشياء اللي تشير للاصابة او كذا؟ اول شيء يعني ذني الاشياء السنترال نكروسيز، الليمف نويد يكبر حجمها عن 1 سنتيم، تكون المارجن مو واضحه وهالامور، وانه تكبر وتورم. تمام. هاي من ضمن الاشياء اللي ممكن احنا نشوفها بالاشعه، بالرغم انه احنا بالليمف نويد بنريد نشخص هيستولوجيكال اكثر مما شنو راديوغرافيك. اكو ملاحظه لازم نعرفها انه الحجم مال ليمف نويد does not always مو دائما يرتبط بوجود تيومر. تمام. مرات احنا انه نشوف انه الليمف نويد كبيره تشير انه يعني شلون نقول لارج ليمف نويد جريت تيومر فوليوم، انه تشير الى ورم اكبر. بس هي مع العلم انه احنا شو نقول انه
الليمف نويد اللي تكون صغيرة اللي قطرها أقل من 1 سنتيم هي ممكن تكون أصلاً بؤرة الخلايا السرطانية. أوكي، مع العلم إنه يعني إذا كانت أكبر من 1 سنتيم هذا مو معناها إنذار إنه أكو تيومر. No, does not automatically cancer. تمام، ليش؟ لأنه ممكن يكون اعتلال يعني الليمف نويد أدينوباثي، اعتلال بالغدة اللمفاوية نتيجة infection inflammation. لأن احنا نعرف أصلا حتى إذا صار عندي inflammation العقد اللمفاوية كاستجابة مناعية راح تورم، فلازم احنا نعرف أنه الحجم مال الليمف نويد ما إلى علاقة بحجم التيومر، ممكن تكون أقل من 1 سنتيم وهي بؤرة للخلايا السرطانية فوق of tumor cell. تمام، فيعني ماكو ربط بين الحجم وبين التيومر. نجي لكلاسيفيكيشن اوف نيك ديستكشن. اول شيء راح ناخذه، طبعا هي هاي اني ما راح اقدر اشرح لكم اياها يعني هي هاي حفظ يعني، فانتوا راح تقروها اكيد، ما راح اقعد اسولف لكم هاي هيك هاي هيك هاي، صح لو لا؟ وهذين الستيجات همين هي راح تحفظوها انتوا اوريدي. تمام، هسه نجي على الراديو ثيرابي. الراديو ثيرابي هو نستخدم ايونايز زيشن راديشن، يعني اشعاع مؤين، وهو علاج موضعي وما نقدر يعني يعتبر مكملا للجراحه، مو منافس لها. الاساس المنطقي او انه هو شلون دي يشتغل العلاج الاشعاعي، هو دي يقتل الخلايا بطور المايتوتيك مثل ما نقول. اوكي، بعد انه مو تنقسم كانسر سيل انديفيج مور فريكوينتلي، مو هي تنقسم الخلايا السرطانيه بشكل متكرر، فانا ايش راح اسوي؟ راح اقتلها. والماليجننت سيل ايش دي يصير بيها؟ راح اقلل من الافشنسي مالتها واحافظ على الفاكشن، يعني هذا اللي دي يسوي الاشعاع، انه دي يقتل الخلايا ويحارب الخلايا السرطانية اللي تنقسم بسرعة، والخلايا المالجنت دي يقلل من الافشين يعني الكفاءة مالتها ويحافظ لها على الفاكشن. تمام لهنا؟ تمام. المبدأ الأساسي انه اني يعني البيسك برينسيبل انه اني احصل هاي دوز ان ذا تيومر، احصل جرعة عالية على الأورام وأقلل الجرعة على الأنسجة الطبيعية. تمام، يعني أني هسه هاي دوز على التيومر بينما مينيموم دوز على النورمال تيشو. هذا الشيء difficult بالهيد أند نيك. ليش؟ أنا ما أقدر كلها نعطيه نفس الدوز، بس هو هذا الشيء راح يصير عندي صعب بالهيد أند نيك. ليش؟ لأن إنه سكوينال سيل كارسينوما is less sensitive to radiation than other type of malignant required higher dose. السرطانات اللي تصير بالرأس والرقبة اللي هي سكوينال سيل كارسينوما تكون أقل حساسية للراديشن، لهذا إنه أنا أحتاج أعطيها جرعة عالية كلش من الراديشن حتى شنو؟ حتى تعرفها وتقدر الراديشن يقدر يقتل لي الخلايا السرطانية. تمام، بعد إنه أنا بتر تكنيك أحتاج دقة تقنية بدقة عالية. ليش؟ لأن بسبب إنه أكو أنا عندي راديو سنسيتيف أورجن مثل العين، مثل الجذع مال الدماغ اللي هو البرين ستيم وغيرها. أوكي، فأنا لازم تقنية كلش دقيقة وحذرة أكون. بعد إنه ممكن إنه أنا استخدم العلاج الإشعاعي كعلاج نهائي، أو إنه يعني بحالة إنه تيومر شلون نقول مو كلش قوي، وممكن استخدمه ويا السيرجيكال ويا الكيموثيرابي يعني ككومبينيشن. تمام، وشي يقول لي the best التيومرات اللي تكون small volume شنو انه استأصلها. اوكي فهو يكون احسن لي، بس اذا كان الاستئصال بكميات يعني الاستئصال ورم صغيروني، من ممكن يكون عندي فيلر اذا اني اكو ورم كبير لارج تيومر اني ما كاشفته او ما لاقيته، يعني التشخيص مالتي غلط. هسه نجي على البري اوبراتيف راديوثيرابي، يعني شنو؟ يعني انه اني اسوي علاج اشعاعي قبل السيرجري. هذا نادرا ما يستخدم. اوكي، بس انه احنا دا نحكي. اوكي،
نجي على البوست اوبراتيف راديو ثيرابي اللي هو هذا شنو هو، انه اني it should start no later than 6 weeks after surgery، يعني اني ابدا بي بعد 6 اسابيع بعد الجراحه مو اقل. تمام، شنو هي الاشياء؟ اول شيء انه ابسوليوت انديكيشن، يعني الانديكيشن مالتها شنو هي؟ for post operative radiation or involve positive margin at the primary tumor، يعني شنو؟ يعني اكو مارجن اوكي بالموقع اللي استأصلت منه الورم، المارجنات بيها بعد اشياء مصابة اوكي، فهنا اني لازم اسوي. تمام، الـ near absolute indication هي شنية؟ هي include close less than 5 millimeter margin to or more involved cervical lymph node and envision of soft tissue of the neck، يعني شنو؟ اكو همين margin بس المارجنات هنا كلش قليلة، اقل من 5 ملي بلمف نودايا واحد، 2 لمف نودات 2 او اكثر، فهنا همين انه احتاج اسوي راديو ثيرابي. تمام، بعد الـ relative indication include ممكن انه اكو lymphovascular space صاير بيها، او انه صاير محيط العصب، يعني اكو فد خلايا موجودة اما باللمف يا اما دار مدار العصب. هسه نجي على التكنيك مال راديو ثيرابي. اول تكنيك اللي هو الانترنال، هذا شو كنت يعني شلون اسوي او شنو الوصف مالته، انه الراديو سورس راديوغرافيك سورس يكون كلوز تو ذا تيومر ماس، يكون كلش قريب، يعني مصدر الاشعاع يكون كلش قريب من الورم اوكي، او من ال يعني انه ممكن مو بس قريب، انه امبلانت وذ ان، يعني ممكن انه السورس ازرعه بالتيومر ماس. تمام، حتى شنو؟ حتى اوصل هاي لوكالايزد راديشن دوز، حتى اوصل جرعه اشعاعيه عاليه وش تكون لوكالايز موضعيه، يعني ما اثر هواي على باقي التيشو النورمال. نستخدم بيها النظائر المشعه اللي هي الراديوم الاريديوم او الرادون اوكي. شنو هو المنهج مالته؟ المنهج اول واحد انه اني مباشره ادخل السورس او يعني الراديو اكتيف سورس، ادخله دايركتلي انتو ذا تيومر تيشو مثل اللسان او هيجي شيء. والمبدا الثاني انه اني اخليه شون أغرسه place within، يعني أغرسه بالمكان مثل البلعوم، مو البلعوم النيزوفارينكس أوكي. وآخر شيء نكون سطحي، أخلي المصدر مال إشعاع على سطح الجلد، على سطح السكين أو على اللب. تمام، نجي على ثاني شيء، ثاني شيء أو ثالث شيء excuse me يعني معروف الكونفينشنال، الثاني شيء هو الاكسترنال، يعني هذا انه اوجه الاشعاع على التيومر. تمام، على بعد مسافة، مو مثل ذاك يكون كلش انترنال كان كلش كلوز او انه اغرسه بداخله. تمام، هذا لا، هذا يكون اوجه الاشعاع على التيومر بس على بعد مسافة، واستخدم به الفوتونات مو مثل ذاك اللي هي الاكس راي الجاما راي وغيرها. تمام، هسه نجي على 3 دايمنشنال راديوغراف، هذا شنو؟ ايش نستخدم؟ انه اسوي اول شيء فحص بالسي تي اوكي، وبعدين انه اخلي البيشنت اموبلايز ما يتحرك، ويعني حال السي تي اوكي. ان ذس بلانينج تكنيك السي تي سكان از تيكن وذ ذا بيشنت، احنا ناخذ السي تي سكان البيشنت ما يتحرك ان ذا راديو ثيرابي تريتمنت بوزيشن. تمام، الداتا اللي احص يعني من هاي الفحوصات اللي راح احصلها راح تفيدني للاخصائي مال علاج الاورام وهالسوالف. تمام، هسه نجي على
IMRT اللي هو هذا شنو هو؟ هذا فتشي متقدم بالعلاج الإشعاعي advanced، وهمين انه 3 dimensional، وانه هذا شيء يقول لي انه هذا يحسن لي optimize the deliver of the radiation to a regular shape volume. يقول لي هذا يحسن لي من توصيل الإشعاع للأحجام غير المنتظمة، تمام، وإلى القدرة أن يعالج لي الـ concave volume همين، تمام. هسه هذا الـ IMRT عرفنا أنه لازم عرفنا أو لازم نعرف شنو الميزات مالته. هو في شيء ادفانس، هو 3 dimensional، هو يحسن لي من أنه يوصل لي radiation للفوليوم اللي تكون الريجولار، وإلى قدرة على أنه يعالج لي الكونكيف همين، تمام. ويستخدم الكمبيوتر وفد أشياء متطورة وهاي، وهمين أنه يوصل الانتنسيتي أوف راديشن ديليفر، كثافة وشكل الإشعاع اللي يوصله يختلف باختلاف الأحجام، تمام. يعني حتى انه يضمن لي لا راح يخلي هاي دوز على تشو نورمال ولا هاي الام. هسه نجي على تقسيم العلاج الاشعاعي. Since the maximum radiation in a single dose is limited by the normal tissue، انه نظرا انه الماكسيمم دوز بالجرعه الواحده محدود بسبب تحمل الانسجه الطبيعيه، فاني التوتال دوز لازم اقسمها الى جرعات صغيره، اوكي، فراكشنز يعني تجزئه او كسور. الاول واحد التقسيم الكونفينشيال اللي هو انه اني امطي 65 جراي، اللي هي هاي شنية انه بدورة العلاج وبالكورس مال تريتمنت مالتي امطي 2 جراي في 30 كسر المدة 42 يوم. هذا الكونفينشيال. الثاني الهايبر، هذا شنو؟ when the number of fraction is increase، إذا عدد الكسور زاد المستويات التقليدية يتم تقليل نسبة الجرعة، أوكي، الدوز تقل الريشيو مال، ليش؟ لأن معناها أنش عندي so the ratio of dose is reduced، يعني هي نسبة، تمام. فأنش راح أصير the treatment should be given مرتين إلى 3 مرات باليوم، فصل يعني فاصل 6 ساعات بين كل 6 ساعات أنا أنطي، تمام. وأكو عندي accumulation يعني كلش السريع، أنا أقلل وقت العلاج الكلي، تمام. وأنا عندي الكونتينيوس، هذا الكونتينيوس هو يكون مستمر ومسترع. أنا 12 يوم أنطي جقد، ب 12 يوم أنطي 3-4 فراكشن، يعني مدة 7 أيام. ما أدري شلون ده يحسبها، هو ما أعرف شلون ده يحسبها، فتحفظوها، أوكي. وستبلنت كورس اللي هي المتقطعة، إنه هاي صمت حتى أقلل شدة تفاعل الميوكوزال، تمام. أقل reduce the severity of mucosal reaction، أقل صممت حتى أقلل شدة تفاعل الميوكوزال. فأنا راح أقسم دورات العلاج الإشعاعي نصين، وكل وبين هاي النصين أسبوعين، تمام. هسه نجي خلصنا الراديو ثيرابي. احنا دائما نعرف علاج اشعاعي وعلاج شنو الورا، الكيمو، تمام. هسه نجي على الكيمو ثيرابي. العلاج الكيمو ثيرابي بالهيد والنك is used in combination with radio، يعني يكون بالاشتراك ويا الراديو او ويا العلاج السيرجيكال وغيرها، تمام. شلون يعني الـ classes of chemotherapy agent in general؟ هن الجروبات اللي هي أول واحد شو نسميه anti metabolize، والثاني اللي هو DNA damage agent، وال alkylating agent، antibiotic وبلاتينيوم، أوكي.
وكل وحدة لازم نحفظها هي شنو هي. هسه هنا بعد شنو اكو بين تكملة ما خلصان، عندي الميتوستات انهبيشن يعني تثبط له الانقسام وهمين تحفظ اسماءهن، وعندي مثبطات الكانسر سيل انزيم ان اكتيفيتر يعني مثبطات انزيمات خلايا السرطانية وهاي السوالف. هسه بعد ايش عندي الجدولة مال كيمو ثيرابي، اني اكو عندي بيفور راديو ثيرابي، اكو ديورينج راديو ثيرابي، اكو افتر راديو ثيرابي. تمام، العلاج الكيميائي كوحدة يعني كعامل سينجل ايجنت ينطيني معدل استجابة 40%، اوكي، بينما اذا كان كومبينيشن ويا غيره فممكن يعطيني معدل استجابة 75%. تشوفون الفرق، يعني اذا انا بس استخدمت كيموثيرابي معدل استجابة الجسم راح يكون 40%، قلل من الانقسام او قلل من يشوف شلون هو دي يشتغل، بينما اذا كان كومبينيشن راح يعطيني 75%. العلاج الكيميائي الكيموثيرابي يعتبر مساعد وليس يعني نوت روتين مانجمنت ان هيد انك سكويموس كارسينوما، هو كمساعد. تمام، ولا واني انه العلاج الكيميائي بالمرضى اللي عندهم اعراض كبيره او اعراض متقدمه بسبب تيومرات متقدمه، اني مجرد راح شنو اقلل من السبتم، اوكي، وشورت بنفيت يعني اقلل من السبتم والبنفيت مالتي تكون كلش قصيره. هذا بالناس اللي كلش واصل عندهم الموضوع ليت. يعني شنية الـ use of chemotherapy is based on، يعتمد على شنو؟ أوكي، استخدام العلاج الإشعاعي. أول شيء دي إحنا قبل شوية حكيناها إنه أنا أثبط الدي إن إيه، دامج لل دي إن إيه وما خليها تصير الخلايا السرطانية، او انه يعتقدون انه العلاج الكيميائي ايش يسوي، يعالج اوكي، يعالج لي همين يعالج الاورام المتقدمه، اوكي، مثل الهايبوتوكسيك سيل وغيرها. وانه شو يقول لي ان اديشن اوف كونوكمينيت كيموثيرابي تو ذا راديو radiotherapy has been shown the superior to the hello. ها يقول لي انه شافوا انه العلاج الكيميائي ولي العلاج الاشعاعي اثنيناتهم سوا يتفوقون. هسه نجي على التيرمينال كير، ورا ما خلصنا ورا ما كملنا لازم اصلح الهدم. بس الاي من التيرمينال كير هو شنو؟ انه make the patient free of pain، لازم ما عنده اي الم، موبايل يتحرك، انه عنده تنبيهاته تشتغل وهاي السوالف. As usually home care in a hospital or in the same hospital، لازم يكون الرعاية هاي اما داخل المنزل اما بالمستشفى وهي شيء امور، يعني لازم مكان مناسب. هيك نكون خلصنا. طبعا سوري اذا غلطت بشيء او ما يعني فشلت انه اوصلكم معلومة، بس حاليا الساعة 5 PM وانا دا اسجل لانه كلش لود علي، وان شاء الله تستفادوا منها، وان شاء الله اكمل لكم البقية.